القرار اللي عطاه بنصرتي 100% مزيان مزيان مزيان، مستاهل اكثر من هذاك الشيء. ما مدرب ما والو، وعمرو كان مدرب، احنا زينا به وما هش بينا، ضيع اهلكنا في عظامنا، مردنا مردنا، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق دنيا واخره. انا من واحد من ديال المفرجين ديال الوداد اللي كنحب الوداد وكنموت على الوداد، انا كون عطوني عاد تدريب واحد عام ورا عامين، والله ما ندير هذاك الشيء. هذاك الخطا اللي دار هو اخطاء، دار بزاف ماشي على شويه، شي واحد دار بزاف الاخطاء هذا العام، وهلك اللعابه وضعفهم، ومرت شي بعض اللعابه ولا ذنوبهم غيخرجوا فيه ان شاء الله. شي ذنوب شي بعض اللعابه اللي ما كانش يعطيهم حقهم غيخرجوا فيه ان شاء الله، والله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. بالنسبه للقرار اللي تخاد حق المدرب بنزرتي، هنا من 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 خلال من خلال الطريقه باش احتج، ما عجبتناش حنا كمتفرجين، ما عجبتناش، وكناس في نفس الميدان ما عجبتناش. ولكن شنو طرا وشنو تقال، شنو هما الكلمات اللي تخرجوا وداك الشيء، حنا ما عرفناش. غير هو الا كان الاحتجاج غيكون بديك الطريقه، من الاحسن يتخذ في هذا القرار هذا، وهذا الشيء اللي كاين. ما عندي ما انا الا هضرت، هذا هو الكلام اللي كاين. العقوبه مزيانه، ولكن جات معطله، خصها تعطاهم في ماتشات كبار من هذا، ماشي بحال القضيه ديال السلمي نهار اللي قال عفى الله عن المسالف، وقفوه في البلاصه، تجمعوا في البلاصه ووقفوه في الضوء. هذا حيت كان عنده كوزيني مزيان، داك الشيء علاش كان معطلين عليه العقوبه تسالات البطوله، عاد بغا يحكموا عليه. هادشي راه ماشي، داك الشيء تنقولوا ديما الفساد الرياضي راه ما عمره حيد من المغرب، مهما داخل الاحزاب، مهما باقي الاحزاب شادين في الرياضه، راه ما عمر المغرب يتقدم في الرياضه، غنبقاو ديما حنا مؤخرين، وحنا عندنا فراق اللي غادي ماشي غيمكنوا المغرب، يهزوا الدرابو ديال المغرب بزاف. نعطيك مثال، كاين فريق واحد اللي جبد هذا الدرابو ديال المغرب هو الرجاء العالمي، الرجاء البيضاوي العالمي، واخا ماشي موضوعنا علاش نهضرو، خصنا نجبدوه، وزيد عليهم هذا العداء اللي دار الميداليه الذهبيه، وزيد عليهم هذاك اللي دار فرديه، هما اللي كازين الدرابو ديال البلاد، ماشي حاجه اخرى ما كايناش، واخا ماشي الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا هو المنزرتي. القرارات اللي تيعطيو تيعطيو معطلين، يلاه تيتعرفوا يتعدوا على الفراق اخرين. مباركة من الفساد الرياضي، الله يرحم لكم الوالدين، راه طيبتوا هذا الشعب، راه الشعب ذاك الرياضة هو باش يخلق السعادة ليه وتينسى المشاكل اللي عنده والهموم. يستاهل العقوبة، حنا ما عندناش التمثيل في كرة القدم، بنزرتي مدرب ضعيف، وضعيف بزاف، من الوداد غادي معاه بواحد الاتجاه خاطئ، وفريق الوداد كبير على بنزرتي. بان الوداد هذا العام مستوى ضعيف بزاف، ظهرات به خداو البطوله وداو الشامبيونه، ما تقنعوش عندك كلشي، اللعابه ما تقنعوش. اول حاجه لك نقول تقنعوت يمشي بحالو، عطينا التيسع، قول غير مستوى ضعيف بزاف تا هو، وكاين شي لعابه تيدخلوا في فريق الوداد ضعاف العام كله ما تيدخلوا، والمدرب ما عمرهم بغى يبدلهم. اول حاجه على كل شيء من المدرب ديما تيدخلك نفس التشكيله نفس اللعابه، منهم القرتي، منهم السعيدي، منهم الحسوني، وهاد الحسوني اللي هز ليه البروه شحال عاطي، عادي جوج ازيكس وضرب جوج بيوته، هذا هو اللعاب. حبيدر عاطي 14، انا ودادي وتنقولها بحال هكا، حبيدر عاطي 14 وماركي شي خمسه. انا تنقول لك الوداد فريق ضعيف، والمدرب يمشي بحاله، حقاش اللي جابو حتى هو مريض بحاله، ذاك الناصر هادي خربق. علاش؟ بان حنا الوداد ما عندناش نفس، وكانت عندنا النفس ما نجيبوش هذا المدرب، حقاش هذا المدرب خلانا وزاد بحاله وخلانا ونجيبوه، انا ما بقاش عندنا النفس، ما بقاش الناس اللي تيبغوا الوداد هاد الساعه، لا جمهور لا الوداد كلشي ضعاف، ما يجيش هذا المدرب هذا. راه الوداد راه دوزت لعابه كبار ودوزت مدربين كبار، مليش مدرب حتى الاخر العام يخليك ويزيد بحاله ويخليك مصيبه وتجي ترجعو نتايا، هادي لوبيات في الفرقه هادي. هذاك خصو يمشي بحالاتو، هذاك ما خصوش يبقى في التدريب، هذاك ويجيبوا لنا الركراكي ان شاء الله باذن الله خمسه باش يتربى شويه، باش يبدا يخرج الفلوس الى دار البساله،
سمعتيني؟ لا دار رساله يخرج الفلوس وزيدوا واحد القضيه داك السكوم علاش ما كيدخلش؟ ماشي حشومه هذاك غادي يسقل البينانتي هذاك عاودوا لي عطاو المره الثانيه يشوط البينانتي سقلو عاوتاني شنو هي هذيك؟ ها؟ الوداد مزيانه ولكن كاين شي نقص كاين شي نقص والنقص اللي يديرو هو المدرب معكس.